السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم غادي نديروا لكم تحضير ديال الورقه ديال البسطيله. ها هي كنهنوا المقله ديالنا واحد شويه ديال الزيت، شويه كنقولها لكم، نعاود نقولها، شويه ديال الزيت باش ما تلصقش لكم حتى الورقه وباش ما تشد. وان فوا كديروا شويه ديال الزيت كتخليهم شويه المقله تسخن، طلع لنا شويه ديال العافيه. كما كتشوفوا هنايا عندنا هنايا الدقيق يكون مخلط مزيان، ملحه شويه ديال الملحه، والماء كيكون شويه دافي. هادشي من ما كتكون المقله ديالنا سخونه كنديروا هاد العمليه هادي. هادي راه واحد الطريقه ديال المرحومه مسكينه الوالده ديالي مرحومه، من هاد المنبر هذا كندعو معاها واحد الدعي والله يرحم بها الوالدين. يعني واحد الطريقه ناجحه 100%، ناجحه 100%. وانا غنوريكم هادو اللي ديجا انا ما كتصاوبش، ما سمحوا لي انا مع شويه موعد اليوم في ديا وجات واحد السيده البطنيره قلنا لها ما كاين حتى شي مشكل نتعاونوا معها. والله الا موعد في ديا شنو باقي عندي خيط في ديا، ولكن قلنا ما قلناش لا ما غاديش نخسروا لها عاد واحد المناسبه. قلنا لها والله يا اختي تنصاوبوا تعطل شويه، ولكن هاني هذاك الشيء النتيجه خاصك واحد اللي يكون يدير شي حاجه يكون يدير فيها بخاطرو. ايوا انتو كتشوفوا هنا غادي نوريكم هذو اللي ديجا صوبنا، ها هما ها النتيجه. ايوا يا اخونا ان شاء الله نكملوا هذا الشيء كامل. يلا صافي.